حقيقة أكو هنالك جنة، حقيقة أكو هنالك نار، حقيقة أكو ثواب وعقاب. واحد كان يقول عن واحد كان يأكل أموال الناس بالباطل وكذا وكذا، كان يقول هذا عنده يقين أنه ماكو جهنم، يقين عنده، مؤمن يصلي ويصوم، لكن كان يعبر عنه يقين عنده ماكو جهنم. إذا أكو جهنم إشلون يأكل أموال الناس بالباطل؟ حقيقة اللي عنده يقين بالآخرة يأكل فلس من أموال الناس أو من أموال الله بالباطل، هذا عنده يقين اللي ماكو جهنم. فوالذي يحلف به أبو سفيان شنو قال؟ لا جنة ولا نار. هاي النتيجة.